دكتور أحمد عزيز وصفيحة، فجزاه الله عنا ألف خير. طيب أنا I'll do my best في العرب إن شاء الله، وأول سلايد فيها عربي بس الباقي حيكون كلام عربي بس. فحتكلم عن التقييم المختبري الأولي عند الاشتباه بضعف المناعة الأولية أو الأولي. نقص المناعة الأولي هي عبارة عن أمراض وراثية تؤثر على الجهاز المناعي وتؤدي إلى التكرار الشديد للالتهابات أو العدوى. أيضا من ضمن الأعراض اللي تحصل هي الاعتلال المناعي والأمراض المناعية الذاتية. أيضا يحصل فيها نوع من بعض الأمراض، يحصل أنه المريض يكون عنده شذوذ في الالتهابات المزمنة، مثل الكرونيك روماتيز ديزيز مثلا وأيضا الأمراض الثانية. وأيضا الأمراض الخبيثة والأورام الخبيثة ممكن تنتج في النقص المناعة الأولي عند الأطفال وعند الكبار خاصة. طبعا في تصنيف دوري، هذا التصنيف يساعدنا احنا في التشخيص واختيار التحاليل المخبرية الواجب عملها، وهو تصنيف يصنف مثل ما سبقونا زملائنا أمس إلى 8 تصنيفات، فما حتكلم عليها بالتفصيل لأن الأخوان تطرقوا لها. الجهاز المناعي أساسا 4 أقسام: المناعة الخلطية والمناعة الخلوية والمناعة البالعة، الخلايا البالعة، وجهاز المتممة. هذه الأجهزة تشترك في أنها تمنع الالتهابات المتكررة عند الأصحاء، ولكن كل جهاز ممكن يكون مصاب بأمراض وممكن يكون مشترك مع أجهزة ثانية. أبدأ بالخلايا المناعة الخلطية أو المناعة نقص المناعة، نقص الأجسام المضادة. فطبعا الكلينيكال بريزنتيشن يعني يتكلموا عليه الاخوان، ولكن هذول المرضى يكون عندهم خاصيه انه يديهم تكرر في الالتهابات في الجيوب الانفيه والجهاز التنفسي بالذات. طبعا السن يكون بعد 6 شهور بعد ان ينتهي التسريب الجلوبيولين جي من الام في الطفل، وفي الكبار أيضا يظهر في أمراض أخرى. طبعا دائما الباثوجينز أو الميكروبات مهمة في التشخيص المبدئي أو توجهنا في أي جهاز مناعي مصاب. التحاليل المبدئية في هذا الجهاز أو إذا توقعنا أن الطفل أو المصاب، نبدأ بالجلوبيولين جي وأي وإي، ايضا الايزوهيموجلوتينين وهو متوفر اي ثينك اظن بشكل شائع، اللي اجسام مضاده ضد النوع فصيله الدم، وهو جسم مضاد الام، وهو كمان السكريات يعني انتيجين بوليساكرايد انتيجين يعطينا. طبعا التشخيص الثاني سبيسيفيك انتي بادي تايترز والانتي بادي ريسبونس بوسترز ايمنايزيشن، هذه للنقيس اللقاحات، استجابه المريض للقاحات اللي اعطيت له. دائما اذا عملنا الجلوبيولينز نعمل برضو المستوى البروتين في الدم ومستوى البروتين في البول، عشان ما في حالات تكون سكندري اللي هي نتيجة لأمراض أخرى مثل أمراض الكلى والجهاز الهضمي المزمن. طبعا فلو سايتومتري حتركه لأستاذنا الدكتور بربوش من تونس. طبعا هذا تطرقنا له أمس، الأمينو الجلوبيولين جي المتسرب من الأم يبدأ بالنزول في من شهر 3 إلى 6 شهور، بعدين يبدأ الطفل في تكوين الاي جي جي، ففي ويندو يكون احيانا في تاخر اللي يسموه الفيزيولوجيكال نقص في الجلوبيولين جي.
يبدا الطفل تكوين الاي جي الجلوبيولين جي ويتبع ذلك الجلوبيولين ام واي في اواخر السنه الاولى من الـ من الـ من حياه الطفل. طبعا دائما لازم اذا سوينا فحص الجلوبيولين انه نقارنه بالمستوى الطبيعي للسن بالنسبه للاطفال. بالنسبه للكبار بشكل عام المراهقين والكبار اقل من 3 جرام للتر او 300 ملي جرام ديسيلتر، يعني هذه علامه انه في نقص في الجلوبيولين جي. الاطفال نقارنها بالسن و 95% اوف السن المعين للطفل. طبعا في نشرت في المجلات اذا في رسالت الجلوبيولين جي فممكن تشوف المجلات العلمية منشورة النور المعدل الطبيعي بالنسبة للسن من النيو بورن إلى الأدلت. بالنسبة للأنتي بادي ريسبونس في الأنتيجينز بروتين والبوليساكرايد. البروتين التتنس هذا الفيجر النورمال فيجر ونبحث عنه. البوليساكرايد أنتيجين شوية أكثر معقد، يعني طبعا في 23 سيرو تايبس من البوليساكرايد انتيجينز و تعمل فحص قبل التطعيم وبعدين ياخذ اللقاح الطفل وتقيسه بعد 4 إلى 6 أسابيع وتنظر الى فور فولد انكريز. في اماكن ينظر الى التوتال انتي بادي ريسبونس، في اماكن ذي تشوز اللي يختاروا السيرو تايبس اللي شائعه في المنطقه اتليست لازم 6 سيرو تايبس وتشوف اذا كان في اكثر من 50% من هذول السيرو تايبس حصل فيهم الاوبتيمال ريسبونس. الايزو هيموجلوتينين زي ما ذكرت بدايه انه فحص متوفر وهو يعطيك كمان فكره عن المناعة ضد البوليساكرايد أنتيجينز في الأطفال. طبعا بعد ما تجي نتيجة الفحص الجلوبيولينز جي والأي والأم هذا العرض يبين بس الأمراض اللي هي طبعا النورمال كل يكون طبيعي في الجلوبيولينز والسب كلاسيس والإميون ريسبونس والبي الفاكسين ريسبونس والبي سيلز. السبيسيفيك انتي بادي ريسبونس يكون عندهم النورمال اي جي جي بس مشكله في الوظيفه فيكون في اكثر شيء البوليساكرايد وظيفه للبوليساكرايد انتيجين. السلكتيف اي جي اي ديفشنسي طبعا يكون في نقص في الاي جي اي ولكن اذا كان الطفل او الكبير عنده اعراض متكرره من التهابات الجيوب والجهاز التنفسي يمكن يحبذ انه يلوكات الانتي بادي ريسبونس للفاكسينز في هذه. والتاريخ المرضي مهم لانه بعض السي في اي دي بيشنت في فاميلي هيستوري اوف سي في اي دي اند ذوز اللي عندهم لو في الاي جي اي. السكندري والترانزيت هايبوجاما يعني من الاسم هو وقتي فيظهر في الطفل يكون بين السنة والسنتين ويكون التهاباته يعني ما هي شديدة مثل النقص الحقيقي يعني. طبعا الأمراض الثانية الهايبر اي جي ام يكون في زيادة في الجلوبيولين ام أو ممكن يكون طبيعي ولكن نقص في الأذر جلوبيولينز والانتي بادي ريسبونس برضه. السي بي اي دي طبعا نقص في الجلوبيولينز كلها ونقص في الريسبونس للفاكسين والبي سيلز ممكن تكون بالفلو سايتومتري الطبيعيه او لو. الاي جاما طبعا ابسنت نو جلوبيولينز والبي سيلز في الفلو سايتومتري تكون اقل من 2%. طبعا الجلوبيولينز فحص الجلوبيولينز دائما ما نبغى يعني we didn't want to miss other combined immune deficiency which they can have كمان low في الجلوبيولينز مثل هايبر اي جي ام سندروم النيمو اكتوديرمال ديسبليزيا اكس ال بي والاتاكسيا وسكيت وسكيد بس they will have certain features syndromic features and بيكون عندهم برضه نقص في الجلوبيولين في نفس الوقت.
الجزء الثاني من المناعة اللي هو السيلولار اميونيتي أو الخلوي، هذول طبعا they more sick، أكثر المرض يكون فيكون عندهم نقص في الوزن والطول، ممكن إسهال مزمن أو دايرية، الانفكشنز الاوبتنستيك انفكشنز أو الانتهازية. I recall أنه في sick kids هايم رويفمند قال أني أي مريض عنده PGP أو PCP at that time كانوا PCP هو immune deficiency till proven otherwise، فأي أحد عنده بتنس التهابات انتهازية مثل كانديدا هذا نأخذه بشكل جدي عشان نفحص الجهاز المناعي. طبعا السن يظهر عندما المرض بدري في أول 3 شهور من حياة الطفل، والفاميلي هيستوري مهم عندنا في الشرق أو في البلاد العربية مثل ما تفضلوا الأخوان، زواج الأقارب كثير، فتاريخ مرضي الأطفال ماتوا في أول أشهر من حياة مهم جدا، أو أي أحد في العائلة عنده نقص مناعة أو سكيد. طبعا في الغرب يمكن الاكس لينكت، ولكن هو الاكس لينكت اكثر في نورث امريكا ويمكن اليابان، بس اوروبا برضو الاحصائيات الجديده تبين انه الاوتسوم ريسيسيف برضو دوميننت عندهم هناك في الدول هذه. فالاكس لينكت التاريخ المرضي الاطفال ذكور من جهه الام مهم يكون في السكيد. طبعا الالتهابات مثل ما ذكرنا البوتونيستيك انفكشنز فيروسز they can also have other bacteria or pyogenic bacteria. التحاليل دائما نبدا بالتحليل اللي هو تحليل التعداد الدم الكامل، تعداد الدم الكامل مضبوط كده، تعداد الدم الكامل، ونشوف الليمفوسايت الخلايا الليمفاوية عددها، الأشعة الصدر الصورة الصدرية السينية تساعدنا إذا في ما في الغدة الزعترية الزعترية الصاد بالصاد الصوتية، فهذا كلو يعني المريض إذا عنده التهابات مزمنة. طبعا الجلوبيرين نفحص الجلوبيرين أكيد لأنه هو غالبا يكون طبعا مشترك، وفي فحوصات ثانية اللي هو الديلي هايبر سنسيتيفيتي ريسبونس للريكور أنتيجينز مثل التوبركلين سكين تيست والكانديدا بالسكن and you measure the response after about 48 hours. HIV test طبعا لازم done by PCR في أي مريض تتوقع الخلل في المشترك النقص المناعة المشترك الشديد. والفلو سايتومتري طبعا مهم في التشخيص أيضا. طبعا السكيد الكرايتيريا لتشخيص نقص المناعة المشترك الشديد هو إذا ما في يعني فحص جيني والـ HIV نقص المناعة نقص المناعة المكتسب سالب، فالنقص في الخلايا التائية أقل من 300 بالفلو سايتومتري، والوظيفة للبي اتش اي اقل تكون اقل من 10% من مقارنة للطبيعي، او انه يكون في ماتيرنال سيل انجرافمنت انه خلايا الام زرعت في الطفل، فهذه كلو انه ما عنده خلايا تائية ترفض خلايا الام. فبس ايش بالنسبة للتعداد الدم الكامل، هل يساعد في التشخيص ولا هل هو مهم؟ طبعا كان في الدكتور ربكا باكلي من ديوك ورد هذا من عدة سنوات، راجعت تعداد الدم الكامل والليمفوسايت كاونت الخلايا الليمفاوية عددها، ونسبة كبيرة منهم كانت أقل من 3000 من المرضى اللي صار عندهم نقص مناعة شديد مشترك.
طبعا انا بعد ما انضميت المستشفى التخصصي في 2007 حاولت اني اسوي نفس الشيء، فراجعت تقريبا 81 مريض شخص بالسكيد في السنة الأولى، وشفت التعداد التم الكامل بالخلايا النفاوية، ونفس الشيء يعني في عندنا أكثر شوية اللي هم أوت أكثر من 3000، هذول غالبا يكون أومن سيندروم أو ماتينر سن انجرافمنت، خاصة أنه التصور الريسيسيف عندنا أكثر من الغرب، فبس ما زال الكومبلي التعداد الدم الكامل مهم جدا، والبرزيستنت لينفوبينيا يعني ان تسوي مره واثنين ودائما الخلايا النفاويه اقل من 3000، هذا فيري يعني كلو مهم، لانه مثل ما قال الدكتور عادل دكتور مهدي عفوا، التشخيص المبكر في هذا المرض مهم جدا عشان النجاح زراعه الخلايا الجذعيه يصل ل 95% اذا في مطابق كامل من الاخوان. طيب يعني الليمفوسايت كاونت مره ثانيه نفس الشيء، لازم تقارنها بالمعدلات الطبيعيه للسن الطفل. بس السيفير ليمفوبينيا في اول سنه من العمر اقل من 3000 بالمجمل. اوكي طبعا الخلايا النفاويه في نشر من هذا من ما عندنا في السعوديه في ال 98 شافوا ايش المعدلات الطبيعيه للخلايا النفاويه في الاطفال الاصحاء، وفي نشر من دول كثيره من هذا الخصوص. طبعا الـ في الأمراض الأخرى طبعا اللي هي برضو خلل في في الجهاز الخلوي، الأمراض السندروميكس ويسكت ألدرخ. أوكي طيب I have only 3 دقائق. فالسندروميكس طبعا في certain يعني clinical features، و التحاليل البدائية مهمة برضو في الويسكت ألدرخ سي بي سي ثرومبوسايتوبينيا والسمول بليتليت فوليوم مهم، في الأتاكسيا الليمفوبينيا والجلوبيولينز ليفلز في سيرتن فينوتايب جلوبيولين ليفل دي جورج الليمفوسايت از فاريبل، بس الهايبوكالسيميا طبعا از فيتشرز، الهايبر اي جي اي فرط في افراز الجلوبيولين اي، تعداد الدم الكامل الليمفوسايت يكون مختلف، ممكن يكون طبيعي بس ينزل مع الوقت، والجلوبيولين طبعا الاي جي اي جلوبيولين اي اكثر من 2000. فهذه التحاليل البدائيه في هذه الامراض ممكن تعطينا كلو يعني للمرض. طبعا الخلايا البالعه كلينيكال الامراض مثلا المرض الحبيبي المزمن سي جي دي واللاد ليكوسايت ادهيجن ديفكت، في فيتشرز اللي ذي هاف مو اكثر ديب سيتد ابسس وليكوسايت ادهيجن ديفكت ديلي في الامبلاكال كورد سيبريشن والتهابات جلديه. السن ممكن يبدا مبكرا، ممكن يبدا في السي جي دي في الاول 5 سنين من العمر، وبرضه التاريخ المرضي التاريخ العائلي مهم. الميكروبات المهمة في السي جي دي الستاف اوريوس والنيسيريا والبوركوديلا والاسبرجيلوس، جراثيم إذا وجدت في الطفل فلازم نبحث عن مرض السي جي دي. طبعا التعداد الدم الكامل مرة ثانية هنا نشوف الكريات الدم النيتروفيلية عددها، ممكن برضو ننظر البلاد فيلم عشان الانكلوجن باديز في الشيدك هيغاشي سيندرومز، هذا الميكروسكوبيك للهوليجر باديز الهايبرسبلينيزم ممكن يكون عندهم نقص في النيتروفيلز، برضو الان بي تي تيست الاولد وان ناو ذي يوز الفلو سايتومتري عشان تشخيصه، والجي 6 بي دي انزيم السي في نسبه قليله منهم يكون عندهم تكرار، لانه الجي 6 بي دي از كومبوننت في الاوكسيديتيف بيرس باثوي، فممكن يكون عندهم التهابات جلديه متكرره.
طبعاً النيتروفيلز it's easier في من الليمفوسايتس لأنه تقريباً المعدلات السيفير نيتروبينيا أقل من 500، المودريت 500 إلى 1000 للمتر سكوير مربع، المايلد 1000 إلى 1500. في فيتشرز سايكليك نيتروبينيا بس هذا تشخيصه يحصل أنه تعيد تعداد الدم الكامل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع إلى 4 إلى 6 أسابيع عشان تشوف الباترن أوف سايكليك نيتروبينيا. طب هذا الـ NPT تيست طبعا هنا فوق الـ normal، هذا الـ all test لتشخيص الـ CGD مرض الحبيبي المزمن. الداي هو يلو ولكن في الأكسوديف بيرس تيرن تو بي بلو، فهنا البيشنت ما فيش أكسوديف، ما في البلوش يعني كومبير للمقارنة للنورمال. وهذا كارير يكون نص الخلايا تعمل ونصها لا تعمل. الجهاز المتممة الكومبلمنت سيستم، طبعا الكومبلمنت 1 و 2 4 هذول عندهم التهابات ساينوبالمونري، التهابات الجيوب الانفيه والجهاز التنفسي شبيه للنقص المناعه الانسان المضاده، ولكن ايضا يكون عندهم امراض ذاتيه مثل الذئبه الحمراء. السي 3 بيكون عندهم التهابات متكرره بالجهاز التنفسي والجيوب الانفيه، والسي 5 and 9 اللي هو الديلي كومبلمنت they are features of recurrent Neisseria meningitis. السن طبعا هم they tend to present later يعني في الادولسنت تو الايج، والفاميلي هيستوري برضه از امبورتنت عشان اتسوم ريسيسيف. طبعا السي اتش 50 اس اي هذا سكريننج تيست موجود في معظم المستشفيات المتقدمة وممكن you check for C3 و C4. أنا خلاص باقي one slide. Sure. I have time for one you slide. Have one okay. slide you have time. Okay. فأخيرا لو نحط يعني قائمة للتحاليل المبدئية المخبرية، طبعا نبدأ بالتحليل الدم الكامل ونسبة الجلوبيولينز في الدم الجي والاي والام والاي، وأشعة للصدر خاصة في الأطفال في الأول 6 شهور، وممكن برضو فحص البروتين والبوليساكرايد ريسبونس والايزوهوميجلوتينين سي اتش 50 كيمستري بانل عشان البروتين في الدم، وتحليل بول والاتش اي في تيست خاصة إذا كان توقعنا أنه في مرض التهاء المرض نقص المناعة المشترك الشديد. وشكرا. شكرا دكتور بندر.